السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لبنى من قناة لبنى شانيل. كيبان لي وقيلا خصني نحيد هذه المقدمة، ولكن ما عليناش حتى نفكر شي مقدمة واحدة أخرى إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة. هذه الوصفة هي عبارة عن كيك. هذا الكيك غيكون عبارة عن طبقات، يعني كيك بالفلون. غادي نخليكم مع المكونات اللي هما جوج ديال البيضات، عندنا خمارة، عندنا فاني، عندنا دانيت، عندنا الكاكاو المر والزيت والسكر والدقيق. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. فاش غادي نكونو كنخدموهم غادي تشوفو كل حاجه شحال غنديرو منها. غادي نبداو على بركه الله، نديرو ان شاء الله جوج ديال البيضات هما الاولانيين، نتوما كيف ما كتشوفو جوج ديال البيضات. غادي نزيدو معاهم نسيت ما قلت لكم كاين حتى الملحه، ها هي شويه ديال الملحه، قصه الملحه ها هي شويه، نزيد معاهم شويه الملحه ونزيد معاهم السكر السنيده. نتوما تشوفوا شحال ديال المعالق، ها الاولى ها الثانيه، جوج اونص تقريبا ديال المعالق ديال السكر اللي هو سنيده، فاني سكر ها هي غادي نديروها وحده صاشيه وحده فاني سكر، ماشي مشكل حتى الا درتي جوج دنيا هاني لحقاش، غير باش كتحيدوا داك الزفره ديال البيض وصافي، يعني ماشي زعما ما كضرش وفي نفس الوقت ما شي اللي كاين. المهم غادي نطربوا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى يعني حتى يتجانسوا مع بعضياتهم صافي. غادي نطربوهم ونعاود ان شاء الله نرجع لكم باش نوريكم شنو غادي نديرو من بعد. صافي هنا من بعد ما طربناهم غادي نديرو الزيت. الزيت كيف ما كتشوفوا الزيت راه ماشي غادي نديرو داكشي اللي عندنا في الكاس، لا غادي نعبروا بمعلقه اللي عبرنا بها السكر، معلقه كبيره، غادي نديرو جوج معالق ديال الزيت الاولى والثانيه. صافي غادي نديرو طاسه ديال اولا دانيت، يعني كاس واحد ديال دانيت غادي نديروه كامل هكذاك. نديرو الكاكاو غير للاشاره، غنضربوا بعد هاد المكونات ياك. غير واحد الحاجه، عندكم الكاكاو المر، يعني النواشف بصفه عامه فاش كتبغيو ديروهم كتغرب لهم دقيق خلاص، يعني كنديروا عليه دقيق خصو تغربو بزاف، يعني في الحالات يعني ماشي شي تقدر تقول لي لا راه كنشريو هذاك الدقيق ديال الفريه ديال كيلو اللي كنديرو في الكاكاو راه كيكون مغربل، لا مكيكونش مغربل، مكيكونش مغربل غير بنين في اصدارك فهمتيني. اش استفدت انايا الا كنت غادي ندير حاجه وما نغربلهاش؟ لا حقا تجي من الزنقه مغربله، لا واش ليها نيت من الزنقه واجده. غادي نديرو الكاكاو المر كيف ما كتشوفوها، هو غربلناه باش ما يبقاش لينا دوك الكرات ديالو، يعني يجي في وسط الكيك. وغادي نديرو الدقيق، ها المعلقه الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه، ها الخامسه، كنغربلوهم حتى هما وكنزيدو عليهم صاشيه ديال الخميره. خميره ديال الحلويات ديما كدير مع الدقيق، ما كديرش في الاول، كدير حتى كنبغيو نديرو الدقيق. المهم قلنا خمسه المعالق درنا ديال الدقيق ياك هكذاك. سمحوا لي الا كنصداع لحقاش الدار، انا كنلقى صعوبه باش نصور ولا باش ندير مونتاج وندير هكا شي حاجه ما فيهاش الصوت ولا هذا، كنلقى صعوبه صراحه، ولكن ماشي مشكله، راكم عارفين الدار كتكون فيها العائله، فيها وليدات صغار، فيها شحال من حاجه، شي بس ما كاين. المهم كنخلطوا هذا الشيء، كنخلطوش بالطراب غير هكا بيدينا دابا هاد الساعة صافي. هانتوما شتو القوام كيفاش كيجي. المهم الا رديتو البال كنا درنا غير خمسة المعالق ديال الدقيق، هما اللي درنا في لا فيديو صافي، هذا ما كان. المهم شوفوا الدقيق، الناس اللي موالفين كيخدموا الكيك وداكشي راه غادي يعرفوا يعني القياس ديال الدقيق شحال، يعني غير من خلال داك الخليط راه غادي تعرفي واش بركه ولا ما يجيش تاني ثقيل وما يجيش تاني خفيف. صافي كيكون عندنا هنا المول واجد، المول من الاحسن ديروا هذا المول هذا اللي كيتحل، حيت من بعد غادي تخدموا عليه، يعني غتخدموا عليه الطبقات كلهم ويبقى مسدود، عفوا سمحوا لي يبقى مسدود حتى وكان ساليو باش تحلوه. صافي ها هو كبينا داك القوام، كيبان في الاول شويه كتفرشوه، لا اصلا الكيك ما غاديش نبغوه يكون كبير وحتى من فوق شي نفخ نيت نيت، لا كتجي غير طبقه صغيره. ها هو من بعد ما خرجناه من الفرن دغيا كيطيب البنات، يعني ما الفرن الاحسن يكون سخون ماشي بزاف باش ما يدخلش ليه الكيك ويتحرق من برا دغيا والداخل يبقى بلا عجين، لا صافي خرجناه من الفرن.
وكنثقبوه بحال هكا بالفرشاط باش ملي كنسقيوه كيدخل فيه القوام ديالو، كيدخل فيه باش ما سقيتوه البنات. انا هنا ماما سقيته بالحليب، الحليب بارد، نتوما غادي تشوفوا. المهم كنثقبوه مزيان بالفرشاط من الجوانب من كل شيء، صافي كتردوه بحال الشكل ديال شي غربال كله مثقب هكذا. وكنهزو الحليب، انا كيف ما قلت لكم ماما سقات بالحليب، نتوما يمكن لكم تسقيو بالحليب، تسقيو بنسكافيه مع الماء، بسميتو بشويه ديال الميلاضه ديروها مع الماء وديروها شويه فوق البوطه هكا دفيوها، ولا الليمون، ولا باش ما بغيتو نتوما يعني لكم الاختيار، ولا الكاكاو المر مع شويه ديال الماء ولا مع شويه ديال الحليب، يعني داكشي كيبقى اختياري ماشي زعما. المهم اهم حاجه دابا غادي نجيو للطبقه الاولى، سمحوا لي بعدا الا كان الصوت توقف. غادي نجيو للطبقه الاولى اللي غادي نديرو، غادي نديروها بالفلون ديال الكراميل، وغادي نوريكم هنا خطوه بخطوه لحقاش انا ما حطيتش لكم المقادير كل حاجه بوحدها. غادي نديرو الكاس الاول، ها هو الكاس الاول ديال الحليب. المهم انا حنا كنخدمو وهنا كنقول لكم شنو كنديرو. الكاس الاول ديال الحليب، ها هو الكاس الثاني هكذاك، الكاس يعني جوج كيسان ونص، جوج ديال الكيسان ونص ديال الحليب. كيسان يعني اش غادي نقول لكم، الكيسان كيهزو ربع يترو، يعني تما عندنا نص يترو ونص ديال الحليب، نص يترو ديال الحليب ونص ربع، فهمتوني؟ المهم كيسان الكبار ديال الكوكاكولا راكم عارفينهم. فلون ديال فاني يا ربي ديال الكراميل، ها هو الاول درناه، وهذا الثاني حتى هو، يعني غادي ديروا جوج خنيشات هذاك القياس، جوج ديال الخنيشات كيف ما قلت لكم. غادي نديروا السكر، ما نكثروش السكر بزاف، ها المعلقه الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، الله يا ماما هادشي بان لي كثير، ها الرابعه، الخامسه. نقول لكم علاش ماما دارت السكر كامل، لحقاش هادشي ما غاديش يبقى بوحدو، غادي يتخلط مع واحد النوع ديال لي صابلي او ديمو. المهم كل واحد شنو كيقول له، داكشي علاش دارت السكر كامل. المهم كنخلطوا هادشي مع بعضياتو، كنديروه على البوطه، نخليوه حتى كيطيب مزيان، يعني حتى كيغلي. المهم الفلو راكو عارفين كيفاش كيتصاوب، والسكر كيبقى اختياري، انا ما عرفتش انا جاني بحال، المهم انا جاني السكر واش يعني شي غرض منه ان ماما دارت خمسة ديال المعالق ولا ما عرفتش شحال دارت، اربعه واقيلا ما عليناش. كنشدو هذاك بيمو اللي قلت لكم، هذاك صابلي، ها هو كنديرو في مولينكس الكاس، وكنديرو الكريم ديال هولارا، يعني كريمه ديال الخفق، كنديرو شويه منها. ها نتوما كما كتشوفوا قياس ديال كاس صغير تقريبا هكاك، كاس ديال العنبه، وكنكبو داك الفلون، كنكبوه على داك البيمو هذاك الشيء في المولينكس، وكنطحنو كلشي مجموع. ها هي هو لا لا رديتو البالية كتوريها لكم ماما، صافي كنديرو كنطحنو هذا الخليط في المولينكس مزيان حتى كيطحن مزيان، وكنكبو على الكيس ديالنا، يعني هادي كطبقة أولى، هادي الطبقة الأولى. هاد البنات بالنسبه اللي عندها وليدات في الدار ولا الاحسن دير بحال هادشي في الدار، حسن ما تشريو من الزنقه، على الاقل كتكوني عارفه راسك شنو كديري، عارفه الحاجه نقيه مغسوله مغربله، حسن من داكشي. يعني اللي انا كنهضر على السيده اللي كيكون عندها وقت، يعني منظمه وقتها، وما اللي كتكون خدامه مثلا الله يحسن العوان، اللي عندها اللي ظروفها ما كتسمحش ليها. فمهم انا غير انا كنقول انا من وجهه نظر ديالتي نصاوب في الدار حسن. المهم كيف ما شفتو كبينا الطبقه الاولانيه وخليناها تجمد شويه وترتاح، يعني برد داك الشيء. ودابا غنمشي للطبقه الثانيه، درنا جوج كيسان ديال الحليب، ما درنا جوج كيسان ونص، درنا غير جوج كيسان ديال الحليب، نفس الكاس اللي عبرنا به غادي نعاودو نعبرو به النوب الثانيه. غادي نديرو هاد الخطره الفلون ديال الشوكولا، ها نتوما كيف ما كتشوفوا، ها هي صاشيه الاولى وها هي صاشيه الثانيه ديال الشوكولاته البنات. الشوكولات كما كتعرفوا هو احسن حاجه عندها، وهي كتوري لكم ماما، هو احسن حاجه عند الدراري الصغار هو الشوكولاط. غادي نديرو سكر سنيده، ثلاثه اربعه
اربعه المعالق، والخلانيه ما عامره، قلت تقريبا اربعه المعالق عامرين ديال السكر، غنخلطوه ونديروه هو كذلك على البوطه يطيب مزيان، حتى كيطيب حتى كيغلي داك الحليب. يعني نتوما عارفين انا قلت لكم كيفاش كيتصاوب الفلون. صافي كنحطو على البوطه، ونفس العمليه اللي درنا في الاول غنديروها في الثاني. غادي تطحن هادشي كامل في مولينكس مع هاد البيمو، هاد النوع ديال البيمو صابلي ولا كل واحد شنو كيسميه. كنعاودو نديرو مع داك البيمو، كنديرو مع هاد الكريم ديال هولالا او لا ماجيك ولا المهم كاين بزاف ديال الانواع ديال هاد الكريم، وكاين حتى كريم باتيسير بهاد الطريقه هادي، كاين واعر حتى هو كيجي مذاقو بنين واعر. كنكبو داك القوامه نتوما كيف ما كتشوفوا، هاد الفلون رانا طيبناه غير ما صورناش لكم حيت لحقاش نفس الطريقه، وكنطحنو كلشي مع بعضياتو، كلشي كيتطحن نطحنوه ونعاودو نرجعو معاكم. هانتوما كيف ما كتشوفو حنا من بعد ما طحنا هداك القوام غادي نكبوه، درنا هاد ديرو معلقة ولا ديرو أي حاجة. علاش باش ما نكبوش هكا كتبقى وحدها، كيكون هاد القوام اللي كنكبو دابا باقي سخون واللي تحت راه جمد، باش ما يديرلناش واحد الحفرة في وسط ما كيخسرش الطبقة التانية، ما كتخسرش باش كيتكب داكشي بشوية. هانتوما كيف ما كتشوفو صافي، هذه هي الطبقة الأخيرة. نزينوها زينوها نتوما باش ما بغيتو، اللي بغى يزينها اللي بغى يخليها هكا يخليها هكا، اللي بغى يزيد لها داك الكريم ديال هولالا ويدير ليه يخفقو ويدير يدير وريضات من الجناب يدورها كلها بوريضات، اختياري. ماما حطت هنا جوج ديال لي صابلي اللي خدمات بهم، وصافي كنحيدو هذا المول نحلوه بحال هكا. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى الفيديو تعجبكم وبالصحة والراحة.